إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم عندي لاند كروزر 2015، طبعا غير عادي. على العموم ما لها علاقة في الجير العادي من العادي، لأنه في السنة اللي بسويه الآن أنا مبدئيا ما لها علاقة في نوع الجير. على العموم عندنا تغيير بواجي، تغيير فلاتر، صمامات الفيفتي اللي موجودة هنا، هذا واحد، هذا الثاني، تنظيف بوابة، حساس الهواء اللي هو الارماس، تغيير صفاية البنزين اللي تيجي أسفل السائق من تحت السيارة. في الفورتنر واللي فيجي غالبا تكون في هذا المكان. طبعا السيارة ماشية 160,000، يعطيه خيرها ويكفيه شرها. أعتقد أنه أول مرة يسوي لها صيانة. فراح الآن أفك الحماية هذه العلوية، وراح نضطر أنه أفك الكويلات بطريقة ما. طبعا المحرك اللي عليه نفس المحرك اللي في جي ولا في فرشنار. كان غطى المحرك العلوي، هذا هو. راح الآن أفك القفيز اللي هنا، وفك طبعا تقدر تفك الهوز اللي هنا او تفك القربة بالكامل، هذا الشيء يرجع لك، عشان لو طلعت هذا القربة مع الهوز حق التبخير اللي هنا عشان توصل للبواجي، وحتى توصل للبواجي بدون بحاجة فك القربة. لكن انا عشان بسوي تصفية مرة واحدة بفك البوابة، راح افك قربة الهواء. فكينا القفزان اللي هنا، مسمار التثبيت حق القربة اللي هنا، الهوز الصغير هذا اللي جاي من المنظم للثلاجة على خلف القربة، بلف التبخير اللي هنا فكينا. طبعا هذا المسمار اللي كان ثبت القربة هنا، هذا القربة بعد الفك. راح افك الفيش حق البوابة بالضغط والسحب. هذه البوابة ما شاء الله تبارك الله، بدون كلام تتكلم من نفسها. العموم فكينا لنا البوابة، حطينا ماسورة عشان ما يطلع الموية، ولكن أساسا السيارة دي راح أغير لها إن شاء الله بلف الحرارة مع الموية، ولكنه مجرد بس كتطبيق. راح أفك حساس الهواء، وهذا حساس الارماس او حساس الهواء. تم تنظيف الحساس بسم الله ما شاء الله عن طريق منظف الالكترونيات، تنظيف البوابة بسم الله ما شاء الله عن طريق بخاخة سيدركو بمساعدة تنظيف البنزين في الأخير، عشان نبعد أو نشيل المادة اللزجة أو لزجة التنظيف حقة السيدركو. عندي هذا جاهز، راح نركب وبعدها راح نبدأ في تركيب البواجي قبل تطبيق القربة. ركبنا حساس الهواء، مسمار علوي، مسمار السفلي، ركبنا الهوز السفلي حق التصفير والتبريد مع القفزان، ركبنا المسمار التثبيت، ركبنا الفيش. الحين راح نبدأ في تغيير البواجي، وأنا راح أبدأ بالأصعب وخلي الأسهل في الأخير، مع أنه الفرق يفترض أنه نطبق بالأسهل والأصعب يكون في الأخير. فكينا الكويلات، هذا اللي هنا، هذا في المنتصف، هذا اللي في الأخير، اللي أتعبنا في الأخير. فأضطريت أنه أفك القاعدة هذه، في مسمار هنا، لاحظوا مسمار هنا، مسمار في الثلاجة، بس عشان تعطينا حركة الحرية بس، عشان أطلع الكويل من هنا. أيضا هذه الهوزات
تحررها من هنا. فطلعت الآن الكويلات الثلاثة كلها بدون الحاجة لفك الثلاجة، لأن هنا شوية محشور، فبس فكينا القاعدة هذه حق تثبيت الثلاجة، وهذا اللي طلعت عندي الكويلات. راح الآن أطلع البواجي. هذه البواجي الثلاثة جهة السائق، هذه البواجي الثلاثة الجديدة، هذا جهة اليمين، هذا القديمة والمفتون حق البواجي الجديدة، هذا عندي الآن الجديد، هذا عندي الآن القديمة. ركبنا المواسير أو المسمار التثبيت حق الكويلات بعد ما ركبت البواجي. يظهر هنا عندي كويل، هذا الكويل، عندي هذا الفيشة وهذا الفيشة الثانية وهذه الفيشة الثالثة. تم تركيبها كلها إن شاء الله، تركيب برضو القاعدة ثبتناها ثبتنا. لكن الملاحظ لما جيت سبحان الله فك وركب، لاحظ عندي هنا هذا مفكوك. أيضا لما جاني كان عنده صوت خشخشة، فاحتمال أنه المروحة هذه أو الديكور حق المروحة يتحرك ويلامس المروحة، الله أعلم، أو أنها حركتها تطلع صوت. ف هذه لو قدر الله فكت طاحت على المروحة راح تكسر الدنيا كلها. في مسمار هنا قدر راح إن شاء الله أسوي له تثبيت. كينا مسامير الكويلات جهة الراكب. معلش اضطريت إني أطفي الجوال وأنزل الهوز وأطلع الكويل. هذه البواجي الثلاثة جهة الراكب، هذا الآن الجديد عندي، طبعا القديم هذه الآن جهة الراكب، وهذا عندي هنا جهة اللي هو الصور الراس اللي هنا، هذا البواجي حقته، وهذا البواجي جهة الراس اللي هنا. راح نركب البواجي الجديدة. ركبنا البواجي والكويلات، راح نركب الآن سلاك كظفيرة. كده الآن خلصنا. الحين راح أركب قربة الهواء، وقبل أركب قربة الهواء نسيت إنه راح أفك الفلتر صمامات الفيفتي اللي هنا، مرة شدة قوي، طبعا مقاس 17. لاحظ الوصفة الزيوت، هذا عندي هنا جهة السواق، طبعا هاي الصمامات الجديدة مع التغليف حقها، هذه الآن غسلناها بنزين، وهذا عندي هنا القديم، هذا الحين الجديد، هذا عندي أنا قديم مع التركيب، هذا الحين مع التركيب، وهذا عندي الآن الجهة الثانية،
قبل هنا شدينا عليه بحيث راح اركب القربة هذه. ركبها الكفيس الكفيس الثاني الفاس الصغير الفاس الكبير حق التفريغ المسمار ركبنا غطاء المحرك. الآن بس راح أسوي برمجة ونركب صفاية البنزين اللي أسفل بعد ما ندخلها الحفرة. سبحان الله جيت أبرمج رفض يشتغل معي. حاولت يمين أقرب البصمة ما في ولا كهرباء. أفتح الريموت ما في. والله البلشة. يعني أنا جيت الآن أغير بواجي ولا جسر. فجيت سبحان الله قلت خلينا نشوف. لاحظ عندي هنا الأصبع حاط بهذا الشكل. هذا غلط. كذا الارتخاء هذا راح يسبب ضعف في اغلب الكنترولات وراح يصير فيه مشاكل مستقبلا، لانه اي ضعف في البطاريه او في الدينمو او في التوصيلات الارضيه ايا كان راح يلخبط على اغلب الكنترولات. فاللي يفترض انه اللي غير بطاريه او فك البطاريه يشد عليها. طبعا هذه مضبوطه لكنه في شويه ملح، لكن عندي هذه لا راح الان اشد عليها. الحين بعد الشد ما شاء الله تبارك الله. طبعا بما ان فصلنا البطارية فصلت راح نشغل ونشوف هل تحتاج برمجة ولا لا. انتظر كذا دقيقتين ونشوف عشان بدل ما يسخن نشوف ينزل الهواء معنا طبيعي ولا يحتاج الى برمجة. طبعا صفيت البنزين موجود هنا، راح افك المسامير هذه. في مسمار عندي هنا فكينا المسامير. هذا عندي الآن صفاية البنزين كلها عبارة عن كلبسات تضغطها، طبعا هنا بالطرف تضغطه تضغط من هنا برضه وتطلع هذه القطعة الخارج. نفس الشيء هنا هذا الشكل. لاحظوا هذا نفس الشيء برضه هنا كان المهوز. راح افك المسمار اللي هنا المسمار اللي هنا. هذه الترومبه القديمه راح نكتبها برا. راح اركب الان الجديد. طبعا هذا القديم هذه السداده حقت الترومبه الجديده. في واحد هنا واحد هنا والحب نفس الطريقه. هذه هنا في السنتر في الزاويه هذه. تم تركيب المسمار شدينا شد المسمار الأسفل. تركيب الهوزات قفلة الكلبسات أيضا نفس الشيء هنا. لو خلصنا راح نركب الحماية هذه. إذا خلصنا من التركيب نشوف الآن لو صحيت البنزين. لاحظوا هذا جزء بسيط من الشيء اللي موجود جوة ال لاحظ كمية الشوائب. الشوائب بشكل جزيئات أكبر. هذه ممكن تقفل البخاخات. عشان كده هذه طريقة الصفاية بصراحة أفضل للسيارات. العموم راح اسوي نفس اللي سويت في الكريلا لان رفض يتبرمج عن طريق الجهاز. راح اسوي له اللي هو تلامس اصابع البطاريه من خارج البطاريه. فكيت الاصابع فصلتها بالاسيد لكم وبعدين
نشفتها بالبنزين وسويت برضه عملية التلامس ما بين الأصابع يعني فكيت السالب والموجب ولامست من برا من غير البطارية، تلامس الموجب مع السالب من غير البطارية ورجعتهم. الحين بنشغل أشوف، الحين نشغل بسم الله ما شاء الله. أعطي كذا بس دقائق أو دقيقتين على ما يتأقلم وترتفع الحرارة وضع الطبيعي، راح ينزل معاه الهواء الأربيم إلى وضع الطبيعي. بسم الله ما شاء الله، يعني أخذ له بس كذا حديد 5 دقائق أو 3 دقائق ورجع لوضع الطبيعي. فالله يعطيه خيرها ويكفيه شرها. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.